والنقطة الرابعة أمير كانت الحكام. صحيح. وإحنا تأثرنا بالتحكيم بشكل كبير جدا في المباراة الأخيرة أمام بالميرس، وخصوصا في ركلة الجزاء. حتى لو يعني احسب لي ركلة الجزاء تضيع أو ما تضيعش، تيجي أو ما تجيش، تكسبني أو تخسرني مش مهم، لكن في النهاية اديني حقي. هو اساسا يا كابتن كمان طبعا بالنسبه للبيان ده مهم جدا، لان التوقيت زي ما قلنا كان صعب جدا. انت يعني بتتكلم في بطوله كبيره زي ما حضرتك قلت وكابتن اسلام، بطوله الامم الافريقيه بطوله كبيره جدا، وعندك بطوله برضو مهمه جدا كاس عالم الانديه، فطبيعي ان انت لازم يشوفوا حل بالنسبه للتوقيت بالنسبه للمشاركه، لان انت عندك لعيبه مهمه جدا دوليه موجوده مع المنتخب، وبالتالي انت في الظروف اللي موجوده بتاعه كورونا والى اخره. فانت يعني وده اللي حصل في كاس العالم للانديه، انت غاب عنك حوالي 8 لعيبه وفي اصابات وفي ناس جالها كورونا. فانت عندك اكيد يعني عدد كبير وهائل من اللعيبه المميزه جدا في مع المنتخب والنادي الاهلي. فبالتالي انت كنت النهارده يعني النادي الاهلي يعني اسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا، وممكن اكبر الانديه اللي مشاركه في كاس العالم للانديه، فكان لازم يشوفوا حل لده. فطبيعي ان النادي الاهلي باسمه الكبير اللي هو لازم يحتاج في حاجه زي كده، ولازم يشوفوا صرف الكلام دوت، لان طبعا بطوله مهمه زي دي انت بتلعب غيابات. والنادي الاهلي يعني احنا ثالث العالم انديه مرتين نسختين، وبالتالي المره دي كان عندنا امل ان احنا نعدي المرحله دي. فلكن غير لون الميدالي بالظبط. فيعني وخصوصا ان احنا يعني ده قلقنا شويه، يعني خلينا واقعيين، قلقنا شويه قبل البطوله ان عندك غيابات مهمه جدا، عندك اصابات، وفي نفس الوقت داخل على بطوله مهمه جدا، غيابات وفي شباب طالع معاك ومش تلعب بشكل اساسي. ولكن احنا عارفين طبعا النادي الاهلي بمن حاضر، والنادي الاهلي اي حد هيلبس تيشيرت النادي الاهلي اكيد هيأدي بشكل كويس ويأدي بروح النادي الاهلي. لكن طبيعي ان احنا كنا قلقانين شويه قبل البطوله، لكن طمعنا بعد اول لقاء ماتش المونتيري، طمعنا خلاص انك انت هتعدي، فكان عندنا امل كبير جدا ان احنا نكسب ماتش بالميراس بحيث ان احنا نوصل للفاينل نعدي الميداليه زي ما قلنا، وكان عندنا طموح شرعي، لان انت كمان فرق علي معلول كمان وديانج اللي هم انضموا لينا، وطبعا اللعيبه حتى الدوليين اللي منضمين ليك منضمين قبل الماتش بيوم، وناس تعبانه وناس مرهقه في عدد مهول من اللقاءات الدوليه، فاكيد اثر بالسلب على ده. لكن كنا نتمنى وطمعنا ان احنا نوصل للفاينل، ولكن انا بقول الحكم كان له دور كبير جدا. طبعا كل طموحاتنا على مستوى الاداره، على مستوى اللاعبين والجهاز الفني، ان احنا كنا رايحين ان احنا السنه اللي فاتت برونزيه، السنه دي على اقل تقدير نوصل المباراه النهائيه. بالظبط. مرينا بظروف صعبه جدا جدا، فانا في اعتقادي ان شاء الله باذن الله البرونزيه دي كمان هيكون ليها طابع مختلف. اكيد هتكلمنا كمان على البرونزيه اللي انت كسبتها امير، وكانت اعتقد زي ما كابتن اسلام قال كان اول برونزيه للنادي الاهلي. عشت ده ازاي؟ كنت عايش اليوم اللي قبل المباراه ازاي؟ بص يا كابتن، هو طبعا احنا يعني النادي الاهلي شارك بشكل مميز، وفي نفس الوقت بعدد نسخ كبيره جدا في كاس العالم للانديه، يمكن اكيد كان في اخفاقات وفي نجاحات. طبيعي. الاخفاقات كانت في البدايه خالص، يمكن اول بطوله كانت موجوده سادس. اكيد ما كانش عندنا خبرات، غلبنا الماتشين بالظبط، وخلي بالك يا كابتن الجو اول مشاركه بس كانت اول مشاركه اول مشاركه الجو صعب جدا، اليابان اول مشاركه والبلد والتوقيت، يعني كان الكابتن اسلام عارف الكلام ده. احنا قعدنا 4 5 ايام بننزل التمرين بننام، قاعدين بنتغدى بننام، قاعدين في المحاضرات بننام، محدش طايق حد اللي هو طبعا فرق التوقيت انت مش متخيل، نبص لبعض كده بالظبط اللي هو فرق توقيت فظيع. فبالتالي خدنا مركز السادس، وبعد كده لما بقى رحنا بدري، وبعد كده خدنا خبرات واستفدنا من اللي فات، والحمد لله خدنا ميداليه برونزيه، كانت بالنسبه لنا كانت حاجه كبيره جدا انك انت بتاخد ثالث العالم، وفي نفس الوقت كنا مستعدين كويس جدا. فاكر الاستقبال؟ طبعا. فاكر الجمهور؟ طبعا. فاكر الاوتوبيس المكشوف؟ طبعا. انت كمان يا كابتن اسلام اللي قبليها احنا رحنا كابتن هاني معسكر في اليابان، وقعدنا لعبنا ماتشات وديه لو تفتكر. يعني رحت قبليها بفتره بقى عشان بقى تاخده خلاص. المره 7 9 هو قال لك لازم قبلها باسبوع او قبلها ب 24 ساعه، يعني يا قبلها باسبوع يا اما قبلها بيوم على طول. يا قبلها بيوم على طول، يعني احنا مثلا سافرنا اثيوبيا لو تفتكر سوبر. السوبر سافرنا قبل الماتش باقل من 24 ساعه. ليه؟ لان كان عندنا دوري. بالظبط. هو انت عشان تتكيف على الجو يا اما على طول يا اما اسبوع يا اما تقعد اسبوع يا تروح على طول يا اما تروح على طول. فهو كان قراره في اثيوبيا مثلا ان احنا نروح قبل الماتش. احنا رحنا الماتش بالليل، وصلنا بالليل،
ما اتمرناش او اتمرنا هنا سافرنا نمنا صحينا لعبنا الماتش رجعنا ماتش كان 3 الظهر يعني رحت ليله الماتش ماتش كان 3 الظهر لو كواليسه كمان يا كابتن لو تاخد بالك يا كابتن اسلام في الماتش ده كان في انابيب اكسجين كان النجم الساحلي كان بيدخله والله بجد يا كابتن يخش يعمل انابيب اكسجين ده كاس السوبر ده كاس السوبر يخش ياخد نفس ويرجعه تاني فكانت ماتش صعب انت بتتكلم في بلدين كمان اليابان بتاخد وقت كبير جدا عشان تتاقلم على الجو طبيعي الجو كابتن صعب جدا هناك وفرق التوقيت تلج تلج وفرق التوقيت غير طبيعي وقعدنا 3 ايام قبل ما فوقنا قبل ما استوعبنا احنا في ايه كنت 3 ايام كنا اتغلبنا ورجعنا يعني عارف اللي هو كنا خدنا الماتشين ورا بعض ده حاج جده مش فاكر ومين التاني وغلبنا ورجعنا كان فريق من المكسيك اعتقد ده اللي بتكلم عليه عمليه الخبرات وان النادي الاهلي من اكتر الفرق اللي وصلت ل مونديال الانديه ده بيديك خبرات تفتكر الخبرات دي هتفرق كمان بكره انت بتلعب فرقه كبيره زي الهلال بطل اسيا ازاي نستفيد بالخبرات ديت الخبرات اللي اكتسبناها من خلال يمكن 7 أو 6 بطولات قبل كده نستفيد بيها ازاي ماشي بكرة. كابتن